الحديث العميم ولن يضيك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والكلام يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في غفرانك الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لأن رحمة ربي حين يقسم وابن أو في العاشر الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدع وفي ختم أبياتها قد أتت 60 معمعة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.